نظرا لشعبيته الكبيرة، قرر هؤلاء الشباب البحرينيون إعادة افتتاح مطعم راوند تيبل بيتزا في مجمع الراية الجديد بمنطقة الجفير، ليعاود تقديم أشهى أنواع البيتزا الإيطالية لجمهوره في البحرين بعد افتتاحه رسميا مساء الأربعاء الماضي. المطعم هو اسمه راوند تيبل بيتزا، فرانشايز من أمريكا. احنا الحين رجعناه للبحرين، سابقا كان طلع من البحرين من 2001، واحنا نشتغل معاهم، عندنا عقد مع الشركه الامريكيه تشمل البحرين ومن دول ثانيه بعد الخليج، والبحرين راح يكون مركز ان شاء الله حق التطوير العمل. ومن ضمن الاشغال احنا عندنا ثلاث مدراء دربوا في امريكا لمده 8 اسابيع. التدريب كان يشمل الاداره، تحضير الاكل، وعدد اشياء اللي تخص شركه راوند تيبل بيتزا. وايمانا بقدرات شباب البحرينيون، قررت اداره المطعم ايفاد شباب من المملكه في دورات تدريبيه الى الولايات المتحده الامريكيه للتدرب على اداره المطاعم والجوده، لكي يستطيعوا اداره فروعه المختلفه في البحرين، حيث تخطط إدارة المطعم لافتتاح فرعين آخرين والتوسع في تقديم خدمات التوصيل للمنازل. راوند تيبل بيتزا يشتهر طبعا من الاسم بالبيتزا، بس من ضمن الأشياء عندهم سندويتشات، المقبلات عندهم مشهور اسمه البارميزان تويست، وبعد في البحرين سابقا واجه مشهور كان عندهم البيتزا الديناصور المعروفة كان عندهم. توافد المواطنون والمقيمون على المطعم منذ يومه الأول، والذي خصصته إدارة المطعم ليكون مجانياً للزوار، فيما تنقلوا مختلف أنواع البيتزا والأطعمة التي يعدها أمهر الطباخين في البحرين ليقيموا جودة المنتج ويقدموا ملاحظاتهم حوله.